السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع ممتاز جدا، تقدر من خلال تحمل برنامج مجاني اسمه بي دي اف كريتور، يقدر يشيل لك بي دي اف كريتور من الملفات اللي عندك، سواء كاد او ريفت او وورد او سيل او اي ملف، يعمل لك طبعة افتراضية. او ممكن اونلاين تقول له كونفرت اوفيس فايل تو بي دي اف، ترفع ملف مثلا وورد او سيل او باوربوينت وحوله لك البي دي اف، او صور تحولها البي دي اف، او مرج بي دي اف. ممكن يكون عندك كذا ملف بي دي اف وقال لك لا احنا عايزينهم في ملف واحد فبيدمجهم كلهم مع بعض، او زبالة بيبدا يقسم لك البي دي اف، تدي له ملف بي دي اف مثلا 100 صفحه هو يبدا يقسمهم لك. يعني على سبيل المثال كونفرت اوفيس تو بي دي اف، بيقول لك ارفع الملف وهتلاقي الامتدادات هي سواء وورد اكسل باوربوينت. خلينا نخش مثلا على الداونلود، مثلا هقول له رتبهم لي، فبيبدأ يرفع لك الملف وبعد كده يبدأ يحوله لك بقى لبي دي اف. مجرد بس تقول له داونلود يبدأ يحمل لك الملف البي دي اف. فهو موقع من المواقع الممتازة الواحد بيعتمد عليها، أحسن بكتير من المواقع الموجودة على الإنترنت وبيكون فيها حاجات كتيرة مضروبة أو بيسرق المعلومات.